ها هو الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يسجل حضورا جديدا في هذا الفيديو مجتمعا مع القيادات العسكرية والأمنية في مركز السيطرة والقيادة في القيادة العامة للقوات المسلحة قبل ساعات مساء الاثنين 17 من يوليو الجاري. في هذا الفيديو يبدو الفريق عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة بالزي العسكري حاملا سلاحه الشخصي في حالة جاهزية عالية يصافح القيادات العسكرية ثم يرأس الاجتماع. من جانب آخر كان محمد حمدان بيجلو المعروف بحميدتي قائد قوات الدعم السريع قد ظهر في تسجيل صوتي على حسابه في تويتر مخاطبا الشعب السوداني قبل ظهور البرهان بيوم واحد. تحدث في ذلك التسجيل عن أهمية الحل السياسي الشامل وأن الحرب ليست غاية، وأكد مجددا بأنه لن يسمح للفلول قائلا لا مكان للنظام البائد والفلول بيننا بعد اليوم، لن نسمح لهم بالاستيلاء على السلطة، مضيفا سنواجه مخططات المتاجرين بالوطن باسم الدين، وأن لا مستقبل لهذا الوطن إلا باجتثاث كافة فلول النظام البائد من كافة أوجه الحياة وفي مقدمتها القوات المسلحة، داعيا إلى بناء السودان على أسس جديدة. المعارك كان آخرها معركة بحر يوم الجمعة التي جسدت معاني العزيمة والإصرار، فالنصر سيظل دائما حليفا لنا لأننا نؤمن بأن الله ناصرنا ولا ناصر لهم. أهدنا مع أنفسنا ومع شعبنا أن ننتصر لإرادته وللثورة ولتضحيات الشباب والشابات وللنازحين واللاجئين، أن نرفع عنهم الظلم والمحسوبية والتهميش ولن نعود من منتصف الطريق، فأما نصر لشعبنا أو شهادة لنا ولأبطالنا الأشاوس، سنظل كذلك أوفياء لأهدنا مع شعبنا ولتراب هذا الوطن مهما تكالب علينا الأعداء ومهما قدمنا من تضحيات، فالقضية التي ندافع عنها مرتبطة بالوطن مستقبله، فأما نكون أو لا نكون لقد كان وما لا يزال خيار السلام والاستقرار في دولة الحرية والعدالة والمساواة هو خيارنا، ومع ذلك جاهزون لخيار الحرب ومستعدين للتضحية بأنفسنا ليعيش شعبنا كريما مصونا موحدا في وطن يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات. إن التزامنا بمبادئ وأهداف الثورة المجيدة بالتأسيس للحكم المدني الديمقراطي وبناء مؤسسة عسكرية جديدة وجيش مهني واحد ليس تكتيك أو مناورة، وإنما هي أمان نوفي بها ودونها المهج والأرواح. ستظل أيادينا بيضاء ممدودة لشرفاء القوات المسلحة، ولن نيأس من دعوتهم لترك القتال والانحياز لخيار الشعب والعمل لإنهاء معاناة المواطنين التي تسبب فيها الذين اختطفوا قرار الجيش وادخلوا البلاد في حرب لن يكسبوها. لن تغرينا أي انتصارات مهما عظمت من أن نتقدم بشجاعة لقبول خيار الحل السياسي الشامل لمعالجة جذور الأزمة السودانية التاريخية، فالحرب ليست غاية وادخلناها مكرهين. إن سواعد الأشاوس التي تمسك البندقية قادر على حمل أغصان الزيتون، إذا تحمل الشرفاء في القوات المسلحة المسؤولية وانحازوا لخيار الشعب، فالمهم عندنا الانتصار لإرادة شعبنا لثورته المجيدة وليس لحظوظ النفس. إننا نعيد التأكيد وبالصوت العالي إنه لا مكان للنظام البائد والفلول بيننا بعد اليوم، لن نسمح لهم باستيلاء على السلطة من جديد لمواصلة إذلال شعبنا وظلمه واضطهاده وسرقة موارده وتدميره. سنواجه مخططات المتاجرين باسم الدين، فلا مستقبل لهذا الوطن إلا باجتثاث فلول النظام البائد من كافة أوجه الحياة وفي مقدمة القوات المسلحة التي يجب أن تكون نظيفة تنصرف لواجباتها بعيدا عن سيطرة شلة الأيديولوجيا. إننا باسم شعبنا علينا اعتذار واجب لجميع المؤسسات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة التي تعرضت للإساءة، مجموعات الكيزان والفلول الذين سيطروا على مغاليد العمل الدبلوماسي بالبلاد.
لن نعود مجددا لعهود التطرف والارهاب والعداء مع محيطنا الاقليمي والدولي الذي جعلت بلادنا في عزله بسبب الخسارة الدبلوماسي والاقتصادي. رسالتنا لشعبنا الكريم وللقوى السياسيه والمجتمعيه وحركات الكفاح المسلح والشباب والشابات ان النصر غريب وان بلادكم تنتظركم جميعا من اجل اعاده بنائها على اسس جديده. الى الاشاوث والابطال نقول لكم ان تقوموا بواجبكم المقدس، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، لقد حققتم الكثير ولم يتبقى الا القليل، فاما نصر أو شهادة ولا نامت أعين الجبناء. والسلام عليكم ورحمة الله.